يا جماعة كانكم كيفينا ديما عندكم كابتن ولا ثلاثة كعبات بنان ما ياكلهم حتى حد يكحالو وفينالمون يطيشو فهمتش علاش البنان قد ما كان عنده سكسي ولا ما عادش حتى حد يحب ياكلو انا اون توكا في الدار يكون كعبة ويخليو البنان الكل اليوم باش نوريكم اون غوسيت كيف تعملو بيها كيك مش بنين مش بنين غادي شوية من بنين الوغ نستحقو للكيك للبنان حاجتي ب 200 غرام خليت هذايا لو سكر كاسوناد اللي هو السكر الاسمر تنجمو تستعملو سكر نورمال اما هو بنين ياسر عنده ان بتي جو كراميل باش نحط عليه زبده اللي هي ا تمبيراتور امبيونت ماهيش ذايبه كومبليتمون اما تريه باش نبدا نخدمهم الزوز مع بعضهم دونك سي نورمال من الاول رايف تظهركم صعيبه تنجمو للعباد اللي عندهم انا ما عنديش باتور في الدار تنجمو تخدموهم بالماكينه ولا شنو مش بالباتور باتور عندي هوني لازم شوية خدمة ما غير الشاكنيس لازم فريمون يدخلوا الزوز مع بعضهم فوا بياض باش نحط العظمة الأولى ندخلها مليح من بعد نحط العظمة الثانية دونك فوالا من الأول باش يتحل وبعد باش عاود يلم روحي بديت هوني نستعمل الفوي وبعد باش نتعدى باش نستعمل السباتيول العظمة الثانية توا فوالا وتوا باش نحط الفرينة الفرينة صبها اون بلوي اما شكون يغربلها انا ما غربلهاش خميرة شكرا خميرة خميرة شيميك تاع جاتو معناتها وشوية ملح وتوا صيبت الفوي كما قلت لكم وباش نخلط بسباتول فوالا هاكا لازم يكون الخليط نتاعنا ريتو كيفاه هوب كعبيت البنان سورتو كان يبداو كحل راه ما تخافوش منهم سواء تغفسوهم شوية سواء تخليوهم باش هكاكا تلقاو هكا كريفيت بنان انا هكا جي ليزي كوبي غروسيرمون وغفصت شويه برك منهم الوغ البنان ياسر بنين في لي كيك كيف ما كانكم كيفي انا ما تحبوش كيك يبدا شايح ان فيت البنان باش يردو سوبر جوتو الفور نتاعي مهم سخون في 170 درجه دونك خليوه يسخن مليح قبل ما نحطو الكيك توا باش ندخل مليح لي بنان المول مهم ريتو كيفاش حطيت ان فيت ان بابي كويسون قد وقد المول وطالع من هوني ومن هوني لصقته بالزبده بشكيكة امبوسيبل يشد لي بعد جوست نخرجو وتو باش نصب الكيك نتاعي بيان سور مانيش ناوية نعمل لكم جوست كيك بالبنان باش نحطو فوقو ان كرامبل كيما قلت لكم الكيك اول حاجة ما نحبوش شايح دونك حطيت فيه تريفات البنان اللي غفصتهم ابان وثاني حاجة نحبو يتقرمش دونك من الفوق باش نعمل اون كوش دو كرامبل كرامبل ساهل ياسر باش نحط 30 غرام لوز مرحي 30 غرام فرينة 30 غرام سكر محور 30 غرام زبدة هي بيدها ا تمبيراتور امبيونت بيان سور يدايا نضاف خاطر توا باش نخدمهم ثلاثة كوم اون بات سابلي كيما هاكا ريتو سي نورمال راه وان باش يبداو معناها ما تنجموش تلموه سي البرانسيب دو لا بات سابلي دو كرامبل ريتو كيفاش يولي سي دو سابل ان فيت سي نورمال وتوا يجي معايا اقرب لي باش نحطو هاكا فوق الكيك باش يعطي تقرميشة عالمية يا راه كيفاش نردو ان كيك عادي بالبنان حاجه روعه وتوا ديريكسيون الفور ريتو محليه الكيك نتاعي لمده 45 دقيقه تيب في عقلو تشوفوا بشويه بشويه باش تصير كاراميليزاسيون بالفوق تلقاو من بعد ما يطيب الكيك نتاعي حضر برد جو لي ديمولي يجيني يجيني جا شوف ما بان سا ديجا الريحه الكل هبلو هوني في الدار دونك عندنا الكروت هذيك اللي هي تتقرمش عندنا كعيبات البنان وتوا باش نزينو بشويه سكر محور وشويه قرفه للعبيد بيان سور اللي تحب القرفه كان ما تحبوش القرفه سي با لا بين هالا نجي من الفوق اما القرفه والبنان ينشف ان فيت لو كيك هذايا سو كونسيرف او موان 3 ايام تحطوه في بابيي فيلم
وتوا وقت الحقيقة. ريتها تسمعوا اسمعوا هذيك البارتي اللي تتقرمش وتوا البارتي التاية وكايبة البنان حاجة روعة. بيت شعر اللي هو بنين ماهوش شيح وهكا نكونوا كملنا الغسات نتاعنا نتاع اليوم عليكم انتم في الدار باش تعاودوا الكيك هذايا وتعطيوني سورتو رايكم ياسر نفرح ودير ميرسي على التصاور الكل وميرسي على التفاعل نتاعكم. جو بارتاج ما في وجو بارتاج مي غسات معاكم ونفرح برشا دونك انتم عندي ان روتور من عندكم. باي باي.